شنت روسيا هجوما صاروخيا عنيفا على العديد من المدن الأوكرانية، وفي هذا الهجوم جاءت إحدى التفاصيل المثيرة التي تحدثت عنها الوول ستريت جورنال، والتي أكدت بأن هنالك استخداما للصواريخ البالستية في هذا الهجوم. هذا الهجوم وتفاصيله أساسا جاءت على مستوى أو عدد من المستويات المختلفة. في هذا الهجوم كانت هنالك موجتين من الصواريخ، استخدمت فيها طائرات التيو 22 التي أطلقت صواريخ الكروز المعروفة الكي اتش 22 التي هاجموا طبعا من خلالها العديد من المدن في منتصف أوكرانيا وحتى العاصمة الأوكرانية كييف، بل إن أيضا الهجوم تضمن طائرات بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية وما تحدثت عنه طائرات السوخوي 35 من شمال البحر الأسود هنا من هذا الاتجاه تحديدا كما حدثه أو كما تحدث عنه الأوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك كانت هنالك تقارير تحدثت أن هنالك سفنا حربية روسية قامت بإطلاق الصواريخ، ونوعية الصواريخ التي استخدمت هي من الأكس 59 التي أيضا هاجمت المناطق الغربية هنا. الهدف الرئيسي بالنسبة لروسيا دائما وأبدا عند استخدامها والقيام بمثل هذه الهجمات هي تأتي على البنى التحتية للطاقة لأوكرانيا، وفعلا حققوا العديد من الضربات المهمة التي تمكنوا من خلالها من عملية قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق الموجودة في أوكرانيا، بالإضافة إلى إيقاف محطة المترو الموجودة في مدينة خاركيف. الدفاعات الأوكرانية كانت حاضرة في عملية التصدي لهذه الضربات الصاروخية الروسية العنيفة، فعلا تمكنوا من إسقاط 25 صاروخا من أصل 38 صاروخا من هذه الصواريخ العنيفة التي استهدفت طبعا أوكرانيا، ولكنها لم تكن كافية. هذه الهجمات لم تكن هجمات عادية أبدا، فإحدى هذه الصواريخ الروسية كانت قد سقطت على مولدوفا داخل مولدوفا على الحدود بالقرب من أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن مدينة دنيبرو شهدت ضربة كبيرة جدا بإحدى الصواريخ من الكي اتش 22 ضربت مباشرة إحدى المباني السكنية الموجودة في هذه المدينة وتسببت بكارثة إنسانية. تحاول أوكرانيا من استغلالها للحصول على المزيد من الدعم السياسي الكبير الذي تبحث عنه من الغرب. هذه هي إحدى اللقطات لهذا الصاروخ الذي سقط طبعا في مولدوفا، أو إحدى الصواريخ التي سقطت بهذا الشكل، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذا هو المبنى السكني الذي ضرب بهذا الشكل الذي تسبب بكارثة بشرية بدأ يستثمر بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل الحصول على المزيد من الدعم. الأهم من هذه المسألة هي قضية الصواريخ التي استخدمت. كما تحدثنا هنالك 13 صاروخا لم تتمكن القوات الأوكرانية من التصدي لها، وجاءت الوول ستريت جورنال لتفجر المفاجأة عن طريق مسؤولين كما تلاحظون ذكروا بهذا الشكل مباشرة بعد الهجوم. الهجوم الروسي تضمن استخدام الصواريخ البالستية، وهذه مسألة مثيرة لأنها نوعا ما ترتبط بإيران، خاصة وأننا كنا في الشهرين الماضيين أمام العديد من التقارير التي نشرت من CNN الأمريكية، من رويترز، من الاستخبارات الأوكرانية، الاستخبارات الأمريكية، حتى مستشار الأمن القومية الأمريكي جيك سوليفان تحدث عن هذه المسألة. وأيضا الجمعة الماضية كنا أمام تصريحات قادمة من السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التي تحدثت، وهي ليندا غرينفيلد، كانت قد قالت نعتقد أن إيران تدرس الآن بيع مئات الصواريخ البالستية لروسيا، وبالتالي هنالك شك كبير مع هذه المعلومات أن الصواريخ التي استخدمت هي صواريخ بالستية إيرانية. ولكن حتى هذه اللحظة لا دليل ثابت على هذه المسألة، لم يظهر أي شيء من هذه القضية. قد تكون الأيام القادمة كفيلة بإظهار بعض التفاصيل، وقد تكون عبارة عن صواريخ بالستية روسية، ولكن الصواريخ البالستية الروسية ليست بالعادية أبدا، وبالتالي قد تحدث تصعيدا كبيرا، وبالتالي يجب أن ننتظر بكل تأكيد لمعرفة ما الذي جرى. ولكن هنالك تركيز وتحسس من عملية المشاركة الكبيرة العسكرية التي تأتي بين إيران وروسيا في أوكرانيا لمواجهة حلف الناتو، خاصة وأن وكالة تسنيم التي ترونها اليوم بهذا الشكل، تسنيم الإيرانية المعروفة، نقلت وقالت بأن هنالك طائرات سوخوي 35 الروسية ستصل لإيران، الأمر الذي يزعج إسرائيل كثيرا. وإسرائيل اعتبرت هذه المسألة عندما كانت عبارة عن معلومات استخبارية قبل أسبوعين تقريبا، اعتبرتها مشكلة حقيقية وانزعجت من هذا الأمر كثيرا، وطبعا لأنها اعتبرتها بأنها ستصعد من الوضع في الشرق الأوسط. الفورن بوليسي الأمريكية
تحدثت مؤخرا بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستواجه مشكلة في عام 2023 في الشرق الأوسط، وستواجه بعض التحديات بسبب إيران تحديدا وبسبب الصراع أيضا القادم من إسرائيل، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة يمينية متطرفة الأكثر يمينية مقارنة بأي حكومة إسرائيلية طبعا في السابق، وهي تنوي على عملية تحييد البرنامج النووي الإيراني بكل الطرق الممكنة. لذلك الفورن بوليسي وجدت بأن التحدي الأمريكي خطير للغاية وأيضا وبشكل مثير. الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الذي هو كان رئيسا لوزراء قطر سابقا وكان وزيرا للخارجية أيضا، كان قد تحدث عن هذه المسألة تحديدا وقال بأننا في الخليج العربي لدينا مشكلة حقيقية قد تكون قادمة لإيران مباشرة، خاصة وأنه تحدث بأن ليس هنالك أي اتفاق نووي مع إيران، وبأن إسرائيل تدفع وتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الأسلحة التي تريدها من أجل توجيه ضربة على المفاعلات النووية، وأن هذا أمر خطر وليس من مصلحتنا استمرار الأمور بهذا الشكل، ولا بد أن يكون هنالك عودة للاتفاقية النووية أو بأننا سنكون أمام لحظات صعبة للغاية في الشرق الأوسط. المشكلة أن الأمر لا يأتي بضغط فقط من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لا أبدا، بل أن بريطانيا أيضا انقلبت تماما على مسألة العودة للاتفاقية النووية بحسب ما نشرته التلغراف البريطانية، وذلك بسبب إعدام هذا الرجل علي رضا أكبري، وهو رجل يمتلك جنسيتين، الجنسية الإيرانية والجنسية البريطانية، كان معاونا لوزير الدفاع الإيراني سابقا، ألقت القبض عليه إيران طبعا في عام 2019 وقالت بأنه كان يتجسس لصالح المخابرات البريطانية، قاموا بإعدامه، أزعج هذا الأمر طبعا بريطانيا، وبالتالي بدأت تفكر بأننا لا عودة للاتفاق النووي. وكلنا نتذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق وأن قال بأن الاتفاق النووي ميت ولا عودة له، ولكننا لن نعلن ذلك على المستوى الرسمي، وبالتالي كل شيء يبدو خطرا مما هو قادم من هذه التفاصيل. الأهم من كل هذا الذي نتحدث عنه بالنسبة لروسيا هي تبحث عن مسألة الضغط على أوكرانيا والانتصار في هذه الحرب، لديهم تحشيدات كبيرة، ودعونا نأخذ اللون الأسود هنا فقط ليكون واضحا، تحشيدات كبيرة، خطر كبير قادم تجاه كييف، ضربات مستمرة بالعديد من الاتجاهات على المدن الأوكرانية وعلى البنى التحتية الأوكرانية، مستغلين الشتاء القارص طبعا، ويريدون بكل تأكيد الضغط على المواطن، عندما تضرب الكهرباء أنت تضرب التدفئة، تزيد من معاناة المواطنين. وسبق وإن كان هنالك كلاما وبيانا صادرا من الأمم المتحدة تحدثت بأن الهجرة التي تأتي أو التي شهدناها في الحرب الروسية الأوكرانية هي أعلى من الهجرة التي شهدناها في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي استمرار الهجرة إلى أوروبا هو يعني ببساطة ليس الضغط على أوكرانيا فقط، وإنما الضغط على أوروبا، وأوروبا قد تضغط مباشرة بعد ذلك إذا ما تعرضت لمثل هذا الضغط أن تتوقفوا أيها الأوكرانيين من هذه الحرب، وتنجح روسيا في تحقيق أهدافها من هذه العملية العسكرية التي بدأتها في فبراير من العام الماضي. الخطر الروس يصعدون بشكل كبير خاصة من المياه ومن البحر الأسود. هنالك تفاصيل نشرت بأن بدأت روسيا بتحشيد السفن الحربية الخاصة بها في هذا الاتجاه، لأنها تريد توجيه المزيد من الضربات الصاروخية على أوكرانيا، والتي قد تعني الكثير وقد تنهي هذه المعركة بسرعة كبيرة إن ما تمكنت طبعا من تحقيق أهدافها. وواحدة من الأدلة عن هذا التقرير الذي تحدثنا عنه الآن هو عملية تحليق مفاجئ من هذه الطائرة، ألا وهي RQ-4B طبعا Global Hawk، هذه الطائرة المسيرة الأمريكية فجأة ظهرت بحسب الفلايت رادار 24 وهي تحلق إلى جنوب شبه جزيرة القرم وباتجاه هذه القاعدة، قاعدة سيفاستوبول المهمة للغاية، تحاول تجميع المعلومات، تحاول أن ترى ما الذي يجري وما الذي يخطط له الروس من عملية التحشيدات لسفنهم البحرية، وقد تكون حتى على مستوى غواصاتهم لإطلاق الصواريخ. وإذا ما ذهبنا إلى التسجيل الخاص بهذه الطائرة كما تلاحظون ونقترب من هذا الاتجاه ستجد بأننا فعلا أمام طائرة مسيرة من سلاح الجو الأمريكي، وهي الـ RQ-4B Global Hawk. بالتالي الأمر ليس سهلا أبدا، والأهم الأمر الأهم بالنسبة طبعا لروسيا وما الذي تبحث عنه، هي تبحث عن عملية إبقاء لوغانسك تحت سيطرتها في إقليم دونباس، وزاباروجيا يسيطرون على أغلب المناطق الخاصة بها رغم أنها لا تسيطر
على مدينة زاباروجيا نفسها لا زالت تحت سيطرة الأوكرانيين، وكذلك يمتلكون مساحة جيدة من خيرسون أيضا رغم انسحابهم خلف نهر الدنيبر. ولكن المهم بالنسبة إليهم هي دانييتسك، هذه المنطقة المهمة شرق أوكرانيا، مسألة مهمة ومصيرية بالنسبة لروسيا، وهي تحقق الكثير من النجاحات بالتقدم العسكري الذي تحققه في هذه المعركة. هنا دانييتسك إذا ما اقتربنا من واحدة من أشد المعارك التي تجري في باخموت إلى شمالها في سوليدار. ودعونا هنا نتوقف قليلا لنأخذ عددا مما يجري من العلامات. طبعا أهم هذه المسائل التي يجب أن ننتبه إليها، هنا طبعا باخموت وهنا سوليدار وهنا سيفريسك، هنالك سكة حديدية تمتد من سيفريسك إلى باخموت، وكذلك هنالك طريقا يمتد ويربط باخموت مباشرة بسلوفيانسك وكراماتورسك، مدن مهمة للغاية تهدف روسيا للسيطرة عليها. وأيضا هنالك طريقا يبدو واضحا بهذا الشكل يمتد من باخموت إلى نقطة مهمة ألا وهي كوستانتينيفكا. بالتالي بالنسبة للقوات الروسية الذي تم مؤخرا بحسب إعلان وزارة الدفاع الروسية، طبعا قالوا بأنهم تمكنوا من السيطرة على سوليدار وأخيرا بعد معارك ضارية مع الأوكرانيين، وكان معها دراسات الحرب قد وضح بأنهم سيطروا أيضا على منطقة مهمة هنا، وهي إحدى المناطق المهمة وهي كراسنوغورا، وبالتالي تمكنوا من السيطرة على سكة الحديد. لن تتمكن أوكرانيا من الحصول على أي إمدادات في باخموت من سيفريسك التي لا زالوا يسيطرون عليها، بالإضافة إلى ذلك التقدم وأن القتال قد اقترب من برخيفكا التي أيضا تسيطر عليها أوكرانيا بهذا الاتجاه، وهذا يعني بأنهم قد سيطروا على الكثير من التفاصيل التي تأتي في هذه المنطقة. ولاحظ أن باخموت تحاصر وتتعرض للضغط الكبير، بل أن الروس الآن بدأوا بحسب معهد دراسات الحرب مرة أخرى بالضغط من أجل السيطرة على هذه المنطقة ألا وهي سيفريسك التي تحدثنا عنها، لأنها عقدة اتصالات مهمة للغاية. القوات الروسية بدأت تضغط على نقاط، دعونا نحددها لكم، هي نقاط مهمة جدا، وهي بيلو غاريفكا بهذا الاتجاه، وأيضا سبرينا، وأيضا منطقة أخرى تأتي بهذا الاتجاه لا زال الأوكرانيين يسيطرون عليها. أي شمال سوليدار بدأ يتعرض للضغط الكبير الآن. القوات الروسية باختصار تضغط الآن على بيلو غاريفكا، أيضا على سبرينا، وأيضا تضغط بهذا الاتجاه من هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وذلك من أجل ببساطة السيطرة بالكامل على سكة الحديد، وأيضا الضغط بهذا الشكل على سيفريسك من أجل السيطرة عليها ومن أجل عملية الضبط والسيطرة على الطريق الذي يمتد من سيفريسك إلى ليمن التي تمتد إلى سلوفيانسك وإلى كراماتورسك. وبالتالي لاحظ عملية السيطرة كبيرة، حتى أن معهد دراسات الحرب أشار إلى منطقة مهمة ألا وهي كليتشيفكا. كليتشيفكا تأتي بهذا الاتجاه تقريبا بالنسبة للقوات الروسية، تفادت الدخول بصراع بهذه المنطقة، هي تضغط من الوسط، تضغط من الشمال، وتعدوا من الجنوب كليتشيفكا بهذا الاتجاه المنطقة، وبدأوا يحاولون قطع هذا الطريق أيضا. وبالتالي لاحظ كل الطرق بدأت تقطع على باخموت، وباخموت دخلت في نقطة صعبة للغاية. ولكن أيضا الأوكرانيين من جهة أخرى هم يقومون بعملية استنزاف كبيرة للتقدم الروسي الذي يأتي عن طريق سرية فاغنر، فهم يستخدمون المدفعية، يستخدمون هايمرس وصواريخ هايمرس الأمريكية، يوجهون ضربات على سوليدار، يوجهون ضربات على نقاط تواجد القوات الروسية بهذا الاتجاه، ويحاولون استنزاف القوات المهاجمة من أجل القيام بعملية ردة فعل سريعة ودفعها مرة أخرى. محاولات استنزاف مستمرة من قبل القوات طبعا الأوكرانية، وكانت هنالك لقطات مثلا في سوليدار على سبيل المثال لسرية فاغنر وهي تتحرك، أوقعوهم في مصيدة حقيقية كما تلاحظ التصوير، يأتي من طائرة مسيرة أوكرانية تصور جنود فاغنر وهم يتحركون إلى نقاط وإلى نقطة مهمة، تقريبا العدد يصل إلى أكثر من 25 عنصرا من فاغنر وهم يحشدون في سوليدار محاولين الضغط المزيد وتحقيق المزيد من الضغط على المنطقة التي يسيطرون عليها طبعا الأوكرانيين. ولكن لاحظ الأوكرانيين كيف ضربوا هذا المبنى ودمروه بالكامل، والتقارير تتحدث بأن أكثر من 25 عنصرا بهذه الضربة فقط قد قتلوا من قبل القوات الأوكرانية، ونتحدث عن خسائر لفاغنر. أيضا دعونا نذهب الآن إلى إحدى اللقطات المهمة جدا للضربات التي تأتي في باخموت أيضا من القوات الأوكرانية في عملية استنزاف كبيرة. دعونا ننظر إلى هذه اللقطات، هذه لقطات مهمة للغاية كما تلاحظون،
ستلاحظ بأن هنالك ضربة بهذا الاتجاه الذي ترونه في المنتصف، ضربات أخرى تأتي في باخموت، هذه المدينة المهمة في مرحلة استنزاف مستمرة للقوات الروسية ولقوات فاغنر تحديدا، التي تحقق الكثير في عملياتها حقيقة. وهذه القوات التي نتحدث عنها هي لديها الخبرة الكبيرة، لديها خبرة في سوريا، لديها خبرة في مالي، لديها خبرة في أفريقيا الوسطى، لديها تجارب كثيرة جدا. على هذا الأساس دعونا نأخذ عددا من النقاط والعلامات لقضية الاستنزاف التي تأتي هنا من قبل القوات الأوكرانية للقوات الروسية تحديدا. الآن إذا ما حاولنا أن نركز على عدد من النقاط المهمة، وهي مسألة مهمة، هذا المبنى الذي ترونه باللون الأخضر الذي قتل فيه أكثر من 25 عنصرا من فاغنر، بالإضافة إلى هذا المبنى الذي يأتي بهذا الشكل المميز، هنالك مسافة مع مبنى آخر يأتي بهذه المنطقة، وهنالك طريق يفصل هذا المبنى مع هذين المبنيين، هي علامات مفيدة لنا في سوليدار لنعرف ما الذي يجري. أيضا إذا ما ذهبنا إلى نقطة تحرك قوات فاغنر وكيف الأوكرانيين بدأوا يرصدونهم، واضح جدا بأنهم تحركوا بهذا الاتجاه، هنا سكة واضحة، طبعا الطريق لا زال ممتدا بهذا الشكل، وأيضا هنا مبنى كما تلاحظون مهم للغاية لتحديد هذا الموقع في سوليدار. وأيضا إذا ما ذهبنا إلى باخموت التي رأيناها الآن ورأينا القصف الذي يأتي، ستلاحظ بأنك أمام ثلاثة مجموعات من المباني، هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية وكذلك هذا مبنى كبير واضح مع الطريق الذي ترونه هنا في هذه المباني وهذه المجموعة، أنت أمام سقف باللون الأحمر وهنا واضح بأنه قصف وضرب، يوضح بأن المبنى نوعا ما سقفه أحمر بشكل عام مع أسقف حمراء مهمة جدا لهذه المباني. وأيضا نحن نلاحظ بأننا أمام مبنى مميز بهذا الشكل مع مبنى يبدو بأنه قد دمر بسبب هذه الضربات، مع هذا المبنى الآخر المهم أيضا الذي يأتي في هذه المجموعة، تبدو بأن العلامات واضحة لنا مع التذكر بأننا كنا أمام هذا المبنى المنعزل المنفصل الذي ضرب بهذا الاتجاه وضرب باتجاه آخر. إذا ما ذهبنا للقمر الصناعي، هنا باخموت، هنا سوليدار، لنقتلب من سوليدار لكي نلاحظ هذه المنطقة، لنبحث في سوليدار عن المبنى الذي يأتي لونه أخضر، هي النقطة المميزة. إذا ما اقتربنا من هذه النقاط التي تشهد الكثير من المعارك في حقيقة الأمر ونحاول أن نقترب من هذا الاتجاه قليلا، سنجد بأن المبنى الأخضر أو باللون الأخضر الوحيد هو يأتي بهذا الاتجاه. إذا ما حاولنا أن نقوم بتعديل الصورة الآن ونحاول أن نوضح الصورة قليلا الآن، ستلاحظ بأننا أمام نفس العلامات فعلا الآن بالعودة للتاريخ، كل شيء واضح، هذا هو المبنى الأخضر وكنا أمام طبعا هذا المبنى الذي جاء بهذا الشكل وأشرنا عليه وواضح مع مسافة لهذا المبنى الآخر مع الطريق، وبالتالي المصيدة كانت هنا، هنا قتل عناصر فاغنر تحديدا. وأيضا إذا ما حاولنا أن نبتعد الآن قليلا لكي نرى النقطة التي جاءت منها قوات فاغنر، وهي مسألة مهمة للغاية لمعرفة الاتجاه الذي جاءوا منه، ستلاحظ أيضا فجأة بأننا أمام نفس العلامات، هذا هو الطريق، هذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه، قد لا يكون واضحا كثيرا. ودعونا الآن نأخذ صورة أكبر لهذا المبنى لكي نأخذ الصورة أوضح، وبالتالي مرة أخرى بإعادة الصورة، فستلاحظ بأنك أمام هذا المبنى وأمام هذا الطريق، وبالتالي يمتد مع السكة الخاصة به، وبالتالي هم تحركوا بهذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه حتى لحظة الضربة التي تعرضوا لها، وبالتالي كل شيء فعلا متطابق من الصور التي نراها. وهذه هي المصيدة التي جاءت في سوليدار، استنزاف كبير جدا من الأوكرانيين في هذه المعركة الكبيرة. وبالتالي عندما نبتعد الآن من الصورة مرة أخرى لنذهب إلى باخموت لنرى، هذه توضح نقاط التواجد للروس تحديدا، نعود بالصورة إلى صورة أوضح ونذهب مباشرة إلى باخموت مرة أخرى لنرى النقاط التي طبعا حددناها بشكل واضح. لا زال الروس يتواجدون هنا بهذا الاتجاه الاقتراب من هذه المنطقة، فجأة ترى مبنى سقفه أحمر، لنقترب ونأخذ صورة أوضح نوعا ما إلى الشمال، نقترب قليلا من هذه النقطة، ها أنت فجأة أمام نفس العلامات، أمام مجموعة من المباني، هذا المبنى الذي وضحناه بهذا الشكل واضح، وهذا المبنى أيضا الذي ضرب، وهذا هو المبنى الأحمر مع المبنيين باللون الأحمر أيضا واضحة، وهذا هو المبنى الكبير الآخر، وطبعا كانت الضربات تأتي هنا وتأتي هنا، وهذا هو الطريق الممتد طبعا. بالتالي أنت أمام تطابق تام لطبيعة التواجد الروسي الذي يأتي هنا. وإذا ما ابتعدنا قليلا بالذهاب إلى الشمال نوعا ما، إلى الشمال قليلا، أين هو المبنى المنفرد؟
فجأة سترى أيضا مرة أخرى أنت أمام هذا المبنى المنفرد الذي تحدثنا عنه، وبالتالي هذه كلها تضرب بعنف كبير من الأوكرانيين من أجل عملية منع الروس من التقدم قدر الإمكان وحماية هذه المنطقة التي ترونها. وبالتالي نحن أمام معركة ليست بالعادية أبدا، أمام ظروف ليست بالعادية، وتظل تطورات هذه الحرب فيها الكثير من التفاصيل. أنت أمام طائرات مسيرة، الآن الحديث عن صواريخ باليستية، تقدم روسي على الأوكران، الأوكران يستنزفون الروس، الكثير من التفاصيل.